أعزائي المشاهدين، تحية لكم وحلقة جديدة من برنامج الصحة. الربو تكلمنا عنه في حلقة سابقة، تكلمنا عن جوانب الربو، أهمية الربو، شنو هو الربو. لكن اليوم حلقة اليوم خصصتها بس لمناقشة أدوية الربو. خلونا مع بعض مثل ما تعودنا في كل حلقة نشوف التقرير هذا القصير جدا وراجعين لكم بإذن الله تعالى. أعزائي المشاهدين، عودة معاكم، وضيفنا الحلقة هذا اليوم راح يكون الدكتور طارق العبد السلام، استشاري الأطفال والجهاز التنفسي. في الجزء الأول راح يجاوبنا على ثلاث أسئلة مهمة: شنو هي أدوية الربو؟ وشنو هي الأدوية اللي عادة ما تستخدم في كل حالة من الحالات؟ وأنواعها والآثار الجانبية للأدوية هذه وكيفية عمل الأدوية هذه. خلونا مع بعض نروح مع ضيفنا ونسمع الإجابات وراجعين لكم بإذن الله تعالى. مرض الربو من الأمراض الشائعة وخاصة في الكويت، ويصيب مثل ما قلنا الأطفال بشكل شائع. عشان كذي الأهل يتعاملون مع الأدوية ولازم يعرفون عن هذه الأدوية وكيفية التعامل معها وجميع المعلومات اللي قد تفيدهم عن أدوية هذا المرض. بالأول، ما هي أدوية الربو؟ أدوية الربو تنقسم إلى قسمين: الدواء المسعف، والدواء المسعف نقصد فيه rescue medication. بالدرجة الأولى هذا الدواء يؤخذ أثناء نزلة الربو الحادة لما له من تأثير على تقليل من تشنج العضلات المحيطة في الممرات الهوائية السفلية، وبالتالي يقلل من ضيق الممرات الهوائية أثناء نزلة الربو الحادة. بالإضافة لذلك، على الجانب الآخر في مجموعة الأدوية الوقائية، مهمتها أنها تقلل من رد فعل الممرات الهوائية السفلية لأي شيء يحيجها ويسبب أعراض ربو على المدى الطويل أو يسبب نزلات ربو الحادة. لأن هذه الأدوية تحتوي على المواد الكيميائية اللي تقلل من رد فعل الجهاز المناعي للمسببات الموجودة في الجو أو حوالين المريض. أنواع الأدوية، إذا نبي نذكر بعض الأنواع منها أو بشكل عام، فالأنواع سواء كان من الدواء المسعف أو من الدواء الوقائي، ففي منها كذا نوع، والأهل ممكن يعطون الطفل هذه الأدوية على كذا طريقة. في منها اللي يكون موجود على شكل شراب، الطفل مجرد انه ياخذ منه ملعقة او حسب الجرعة اللي يكتبها للطبيب. في منها المتوفر على شكل حبوب للاطفال الاكبر سنا بحيث انهم ياخذون الحبة. وفي منها اللي يكون موجود على شكل كمام، بحيث انه هو يكون سائل ينحط في جهاز الكمام، وجهاز الكمام مع تدفق الهواء يبتدي ينثر هذا الدواء على شكل رذاذ خفيف، والطفل يبتدي يتنفس هذا الرذاذ. أو في منها اللي يكون موجود على شكل بخاخ، وهذا البخاخ يكون يستخدم مع أسطوانة، بحيث أن الأهل أو الطفل لما يبي يأخذه يضغط على هذه العلبة ويبتدي يتنفس الرذاذ اللي يطلع منها. وفي بالأخير بعض الأجهزة اللي تحتوي على بعض على أقراص الدواء في داخل الجهاز، بحيث أن الطفل أو الأهل حينما يعني يديرون علبة الدواء تنكسر هذه الأقراص وتتحول إلى بودر، الطفل ممكن يتنفسها وتنزل إلى جهاز أو ممرات الجهاز التنفسي السفلي بشكل أحسن. من الأعراض الجانبية اللي تصيب الأطفال أو الكبار نتيجة لهذه الأدوية: مع الأدوية المسعفة
لأنها تكون موجودة لتقليل هذه الأعراض الحادة للربو. الطفل ممكن يصاب في بعض الأعراض، لكن الأكثر شيوعاً هو زيادة في خفقان القلب. بالإضافة لذلك ممكن الطفل يعني يصاب ببعض الرعاش وبعض الطاقة الزايدة نتيجة لهذا الدواء. بالإضافة لذلك ممكن أن الطفل مع الأدوية الوقائية حسب طبعا كمية وجرعة الدواء وحسب الطريقة اللي يأخذ فيها الطفل هذه الأدوية ممكن أن يصاب ببعض الفطريات اللي تتكون في الفم، لكن هذه الأعراض بشكل عام هي غير خطيرة، وقليل منها قليل من الأطفال اللي يصاب فيها. فمع ذلك احنا نظل نعطي او ننصح الأهل بأخذ هذه الأدوية بانتظام علشان نحسن من حالة الربو عند الطفل. في هذه الأعراض مثل ما قلنا ممكن أيضاً أنها تكون أقل شيوعاً مع بعض الأجهزة مثل جهاز البخاخ. إذا استخدم مع الأسطوانة والطفل يأخذ اللي هو الدواء الوقائي ممكن نسبة الفطريات تقل مع استخدام مثل هذا الجهاز. بالإضافة لذلك إحنا هم بعد ننصح الأهل أن بعد ما الطفل يأخذ هذه الأدوية أنه يتمضمض ويرمي الماء بعد المضمضة إلى الخارج على أساس يقل من وجود الدواء في الفم بعد استعمال الدواء هذا. أعزائي، سمعنا الإجابات في الجزء الأول عن مختلف أنواع أدوية الربو، لكن الدواء المسعف في حالات الربو شنو هو أفضل نوع؟ هل هو الكمام؟ هل هو الشراب؟ هل هو الحبوب؟ بالنسبة لأي طفل عن طفل ثاني؟ والأهم من هذا كله، شنو هو سبب خوف الأهل عادة اللي يصير من مسألة إدمان الطفل على الدواء المسعف؟ خلونا مع بعض نسمع إجابات على السؤالين هذيلي من الدكتور طارق العبد السلام، استشاري الأطفال والجهاز التنفسي. مرة ثانية نتكلم عن أنواع المسعف أو أنواع الدواء المسعف. بالأول أريد أذكر شنو نوع أو شنو الدواء المسعف. الدواء المسعف اللي هو قلنا إحنا يستخدم الطفل أو الشخص المصاب أثناء نزلات ربو الحادة على أساس يقلل من هذه الأزمة أو هذه النزلة الحادة لربو ومن أعراضها. ليش؟ لأنه هو يشتغل على إرخاء العضلات المتشنجة حوالين الممرات الهوائية السفلية، وبالتالي يعطي حاصل إلى زيادة في تدفق الهواء من وإلى الشعب الهوائية في الرئتين. في مثل ما شرحت أن في عدة أنواع للدواء المسعف، ولما أقول أنواع الدواء المسعف أنا أقصد بالدرجة الأولى الأجهزة اللي نستخدمها علشان نوصل هذا الدواء المسعف من العلبة لغاية الجهاز التنفسي، لأن بالأخير الأدوية المسعفة راح تكون أغلبها متشابهة في التركيبة الكيميائية لها، لكن اللي يفرق اللي هو نوع الجهاز اللي يوصل هذا الدواء من العلبة إلى رئة المريض إلى رئة المريض. مثل ما قلنا في اللي هو أولا الشراب. الشراب هذا لما الطفل يأخذه أو الشخص المصاب يأخذه راح ينتقل من الجهاز الهضمي إلى جميع أجزاء الجسم، وواحد منهم يكون اللي هو الجهاز التنفسي، لكن مع الأسف في نفس الوقت راح ينتقل هذا الدواء إلى أجزاء ثانية من الجسم مثل عضلة القلب اللي ما تحتاج هذا الدواء، ممكن يأثر عليها تأثير سلبي وتكون الأعراض الجانبية المصاحبة لمثل هذا الدواء أكثر منها في باقي الأنواع من أجهزة الدواء المسعف.
بالإضافة لذلك للشباب في الأدوية المسعفة اللي تؤخذ عن طريق جهاز الكمام. وجهاز الكمام طبعا أفضل من أخذ الدواء المسعف عن طريق الشراب. ليش؟ لأن الطفل راح ياخذ الدواء هذا وراح ينتقل إلى صدره بالدرجة الأولى، لكن في بعض الرذاذ الخفيف اللي ممكن ينتقل إلى الدم عن طريق اللسان والأبعدة الموجودة فيه. لكن في عيب في هذا الجهاز، وهو أن ممكن الطفل يطول في أخذه لهذا الدواء، تقريبا 20 دقيقة يحتاج على ما يخلص جرعة الدواء. ممكن أنه يحتاج لمصدر كهربائي، أو إذا كان في مستشفى يحتاج لمصدر الأكسجين على أساس أنه يركب عليه الكمام ويبتدي يشتغل هذا الكمام. بالإضافة لذلك الأبحاث لقيت أن جزء كبير من الدواء اللي يؤخذ عن طريق الكمام في الأطفال المصابين في بمشكلة ترابو، الجزء الكبير منه في الواقع يكون موجود على الحنجرة أو الممرات العلوية للجهاز التنفسي، بينما إحنا نعطي هذا الدواء علشان يحسن ممرات الهواء في الجزء السفلي من الجهاز التنفسي. يبقى اللي هو البخاخ أو الأجهزة اللي تحتوي على بودرة جاف والطفل ياخذها. بشكل عام احنا ننصح ان الطفل اذا كان راح ياخذ الدواء على شكل بخاخ انه لازم ياخذ معاه الاسطوانة او السبيسر، وهو عبارة عن اسطوانة بلاستيكية. هذه الاسطوانة مهمتها انها تحسن من جلب الرذاذ او رذاذ الدواء من العلبة الى الصدر، لان العلبه اذا علبه البخاخ اذا ضغط عليها السرعه تكون جدا كبيره، فممكن الترسب يكون اعلى في الجهاز التنفسي العلوي وما يوصل للرئه. بينما لما يكون ينأخذ معه السبيسر او الاسطوانه البلاستيكيه، فالتنفس وكميه الدواء اللي توصل للرئتين تكون احسن. وطبعا الأحسن من ذلك اللي هو جهاز البودر الجاف، وهني الطفل لازم يحتاج انه يعرف شلون يتبع التعليمات عشان يبتدي يستخدمه. بالأخير دائما يطرح علي مثل هذا السؤال، ان الأهل يخافون من أخذ الكمامات أو الأدوية المسعفة بشكل عام إذا كانت على شكل كمام أو على شكل بخاخ أو بودر جاف، خوف من أن الطفل راح يدمن على مثل هذه الأدوية. هذا كلام دائما أنا أقوله للأهل، أن لا ما في أي جزء من الصحة، وأن الدواء هذا سواء أخذ على شكل شراب أو على شكل بخاخ أو على شكل كمام هو نفس الدواء. على العكس مع الكمام ومع البخاخ الأعراض الجانبية تكون أقل، فما في أي فرق إن إذا أنا أخذته ما بين اللي هو شراب أو بخاخ أو كمام من ناحية الفاعلية، لكن الأعراض الجانبية راح تكون أكثر. وبالأخير إذا فعلا كانوا الأهل خايفين من هالموضوع هذا، فهي نفس المادة الموجودة في الشراب موجودة في باقي الأنواع من الأدوية. والأخير أنا مرة ثانية أرد أنبه أنه ما يوجد مثل هذا الموضوع، أن الطفل ممكن يدمن على أدوية الربو سواء الأدوية المسعفة أو الأدوية الوقائية، لأن الربو بالدرجة الأولى مرض مزمن، فالطفل لازم يحتاج هذه الأدوية من حين لآخر علشان تقل عنده هذه المشكلة وتخف عنده الأعراض عشان يمارس حياته بشكل طبيعي. بالأخير نتمنى الصحة والسلامة لجميع الأطفال. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم. وصلنا إلى الفقرة النفسية لهذا اليوم. اليوم راح نتكلم عن مشكلة يعاني منها بعض الأزواج والزوجات، هي مشكلة الشك
الشك أو الغيرة مثل ما نقول. الشك مشكلة الحقيقة لابد أن جميع العلاقات الزوجية يمرون فيها في مرحلة معينة من مراحل العلاقة الزوجية، عادة تكون ظاهرة صحية، ما هي يعني ظاهرة مرضية، تعبر عن الحب، تعبر عن الخوف من الفقدان، تعبر عن الرغبة في استمرار العلاقة الزوجية. لكن في بعض الأحيان الشك يتحول إلى شكل مرضي، إلى شكل غير طبيعي. متى يتحول إلى شكل مرضي؟ في حالتين الحقيقة، حالتين عندنا في الطب النفسي يؤديان إلى ظهور شك مرضي. الحالة الأولى هي حالة اضطراب الشخصية اللي نسميها احنا البارانويدية او الشخصية التشككية. الشخص او الزوج يكون بشكل عام يشك في كل شيء حواليه، يفسر كل شيء على اساس انه مؤامرة، على اساس انه مقصود منه اهداف خفية، يفسر الامور اللي تجري حواليه دائما بمنظور التآمر، بمنظور الشك، سواء في علاقات الوظيفية، علاقات الاجتماعية الطبيعية، علاقات الأسرية. ومن ضمن العلاقات اللي دائما يشك فيها هو علاقته بزوجته، دائما عنده مثل ما يقول at the back of his mind، في رأسه دائما فكرة أن زوجته ممكن قاعد تسوي شيء بس هو ما يدري عنه. يعني ممكن تقول له رايح السوق وهو ها رايح السوق ولا رايح مكان ثاني. انزين ايضا قاعد تكلم بالتليفون، قاعد تكلم رفيجتها ولا تكلم احد ثاني، دائما في باله هذا التساؤل. وعادة الاشخاص هذول قادرين على استمرار في علاقاتهم الزوجية، لكن الشك للأسف هذا او فكرة الشك تستمر وياهم. الحالة الثانية هي الحالة الأكثر حدة، اللي هي حالة الوهم، وهم الشك او وهم الخيانة بشكل ادق. انزين الديلوجنال ديسوردر، الضلاله، ضلاله الخيانه. الاشخاص هذول يعتقدون اعتقاد جازم بان الزوجه عندها علاقه اخرى، متعرفه على شخص ثاني وقاعد تتقابل معاه. وللاسف الشك هذا غير قابل للمناقشه، ويستخدم اشياء بسيطه جدا كدليل على ان زوجته على علاقة بشخص آخر، مثل يقول لها أن كأن لبسك تغير شوية، كأن أشم ريحة رجالية، كأن مثلا أنت مبين أن كيلوات بسيارتك قاعد تزيد بشكل كبير، قلت تروحين أماكن بعيدة وأنا ما أدري. فدائما يشوف اللي نسميه كلوز، احنا شغلات بسيطة، ويفسرها على أساس أن زوجته لابد أنها تكون مع العلاقة مع شخص ثاني. في حالات عادة يكون الشخص الثاني واضح بالنسبة لهم أن أنت على علاقة بزميل هذا، زميلك في العمل هذا، أو على علاقة بجارنا الفلاني. انزين عادة المواضيع تتطور إلى الضرب، تتطور إلى الإهانة، والكثير جدا من الحالات تتطور إلى الطلاق للأسف. وإن كنا نقول أن الشخص الزوج إذا رافض أنه يتعالج علاج نفسي، رافض أنه يتناول عقاقير للتخلص من هذا الشك، فالحياة الزوجية تكون جحيم. وأحيانا فعلا إحنا ننصح بالانفصال، لأن الزوجة راح تنظلم في هذه العلاقة إذا كان الزوج رافض للعلاج. طبعا للأسف في حالات، والحمد لله أنها نادرة، ممكن الزوج يقوم بالعدوان الشديد جدا على الزوجة، ممكن يصل إلى القتل، أو أيضا إلى الشخص اللي يتهمه أنه على علاقة مع زوجته. فإحنا بالنهاية ننصح دائما الشخص اللي مصاب بهذه المشكلة أنه يلجأ إلى الطبيب النفسي، أساس أنه يرتاح ويريح أيضا زوجته وتستمر العلاقة الزوجية. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وننتقل إلى بقية فقرات البرنامج. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم بفقرتنا الغذائية. موضوع فقرة اليوم السكريات. المقصود بالسكريات الكربوهيدرات، ولكن معروفة حاليا بمجتمعاتنا بالسكريات نظرا لطعمها الحلو، ولذلك تستخدم في تحلية المشروبات والأطعمة. تشتق كلمة السكريات من السكروز، وهو أحد أنواع السكريات.
أنواع السكريات لدينا عدة أنواع، هناك السكريات الأحادية كسكر الجلوكوز، سكر الفركتوز وسكر الجالاكتوز، وهي عبارة عن سكريات بسيطة أحادية. سكر الجلوكوز موجود بالدم وهو ناتج عن هضم السكريات المعقدة كالبطاطا الأرز والمعكرونة، نتيجة هضم السكريات المعقدة تعطينا السكريات البسيطة وأهمها الجلوكوز الموجود في الدم. هناك السكريات الثنائية وهي تنتج عن اتحاد نوعين من السكريات البسيطة، مثال عنها السكر الحليب وهو اللاكتوز، والسكروز هو سكر القصب أو معروف بسكر الطعام أو سكر المائدة. هناك أيضا السكريات المعقدة وهي عبارة عن مجموعة أكثر من عنصرين أو أكثر من سكرين متحدين مع بعض، غالب هذه السكريات نجدها في البطاطا، موجودة في الأرز، موجودة في المعكرونة وأنواع الحبوب الأخرى. السكريات وأهميتها وفائدتها للجسم، تعتبر السكريات مصدر أساسي ومهم للطاقة، مصدر سريع لإعطاء الطاقة بالمقارنة بالبروتين والدهون. تعتبر أيضا ضرورية جدا لتحرير الطاقة من الدهون، تساعد في إعطاء الطاقة من الدهون، يجب تحديد أو وجود نوع معين من السكريات يساعد في استخراج الطاقة أو يساعد في حرق أو استخدام الطاقة من الدهون. أيضا تعتبر السكريات المصدر الغذائي المهم والأهم بالنسبة للمركز الجهازي العصبي. السكريات مصدر كما ذكرنا جيد للطاقة، ولكن الإفراط في تناول السكريات قد يكون مضر بالصحة، وخاصة عند الأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض كمرضى السكري. وذلك لا يعني خفض أو إلغاء السكريات أو الكربوهيدرات من وجبتهم، بالعكس، ولكن يجب علينا تحديد كمية هذه الكربوهيدرات والسكريات في غذاء هؤلاء الأشخاص. السكريات منتشرة في حياتنا اليومية بشكل كبير، فنجدها في الفاكهة، نجد السكريات في العصائر، نجدها في الحلويات، نجدها في الوجبات الجاهزة كالبطاطا، الشيبس والمعلبات. لذلك علينا الحذر والانتباه دائما على أن هذا المصدر المهم للطاقة يحمل أيضا في ثناياه أشياء مهمة، يجب علينا الحذر والحد من استهلاكنا، ويجب الموازنة ما بين استهلاكنا للطاقة والسكريات وما بين حاجتنا. أعزائي المشاهدين، أرجو أن تكونوا قد استفدتم من معلوماتنا هذه الحلقة، أتمنى لكم الصحة والعافية، دمتم بألف خير. أعزائي، وصلنا معكم إلى فقرة الأدوية. اليوم راح أكلمكم عن دواء جدا مهم ويستخدم عادة في حالات القولون العصبي أو تهيج القولون العصبي، بالإضافة إلى استخدامه كحل لمشكلة الغازات اللي عادة تكون متفاقمة عند المرضى اللي يشتكون من أي مرض في الجهاز الهضمي. دوانا اليوم اسمه ديسبيتالين. طبعا ديسبيتالين عادة ما يجي على شكل كبسولات، الكبسولات هذه تحتوي على مواد، المواد الفعالة هذه عبارة عن مواد مرخية للعضلات اللي هي تكون في الأمعاء الدقيقة. طبعا عيار الديسبيتالين عادة ما يكون 135 ملي جرام، ينأخذ مرة أو مرتين باليوم، بالإضافة إلى عندنا الديسبيتالين ريتارد اللي هو العيار ما لا يكون 200 ملي جرام. طبعا ال 200 ملي جرام ساعات العمل أو ساعات فعالية الدواء عادة ما تكون أطول من الديسبيتالين العادي اللي هو 135. كثير من المرضى يفضل أن يأخذ الدواء مرة واحدة باليوم، طبعا لسبب جدا بسيط، انه ما يكون من النوع اللي حريص على الدواء وحتى ينسى. بعض الاعراض الجانبيه اللي عاده ما تكون متعلقه بالديسبيتالين هي عباره عن اعراض جانبيه نتيجه الاكشن مال الديسبيتالين او طريقه عمل الديسبيتالين. راح نلقى الحساسيه او الحكه واحده منهم، راح نلقى ان في بعض الاوقات قد ينشا عند المريض او المريضه اللي يستخدم الديسبيتالين نوع من انواع الرعش او الطفح الجلدي. طبعا في بعض الأوقات راح نلقى نوع من أنواع الحرارة أو حتى الألم في المفاصل، بالإضافة إلى عملية لوعة الكبد والقي والأمور الثانية.
شغلة وايد مهمة أن نلاحظها على المرضى اللي يستخدمون دوسيتالين، راح نلقى أنهم يعانون من صعوبة في النوم اللي هو مسألة الأرق. طبعا مسألة الأرق بالإضافة إلى مسألة أن صعوبة الذهاب على قولتهم إلى النوم، هذه أحد الأعراض الجانبية للأسف اللي تكون مرتبطة بالدسبيتالين. دسبيتالين دواء جدا فعال في معالجة أعراض القولون العصبي بالإضافة إلى معالجة الغازات، بحيث أنه يعمل على طرد أي كمية من الغازات وعملية تقليل تهيج القولون العصبي في المرضى اللي للأسف يعانون منه. شغلة وايد مهمة اللي هي مسألة استخدام الدسبيتالين سواء مرة أو مرتين باليوم عن طريق الفعالية مالته وكذلك عن طريق الفم. راح نلقى أن العلبة عادة ما تحتوي على يا أما 50 أو 30 كبسولة تنوخذ عن طريق الفم، وكذلك هناك بالنسبة للأطفال عندنا الشراب أو اللي هو على هيئة سائل اللي يأخذها المريض أو يأخذها الطفل ويهدي كثير من أعراض الغازات عند الطفل اللي تناولها. وتمنياتي لكم دائما بالصحة والعافية.